قد يكون اللون الأحمر هو السمة التي طغت على هذه اللوحات. كيف لا، وهو اللون الذي يرمز للشغف. معرض حمل اسم شغف أقيم بقاعة الرواق بدمشق أظهر تناسق الألوان وتجلت فيه معاني الحب للفن. سميت معرض شغف لأنه شيء من ذاتي، من داخلي، شيء من موهبتي، شيء دائماً بحرص أنه يتحقق. هدف اللوحة الجميلة، اللوحة اللي بتوصل لكل شخص، الألوان، الأشياء اللي بتسعدني هي دائماً بتوصلني لسعادة. من ضمن أنه محاولة دائمة للرسم، يومية، تجارب مستمرة لوصول لشيء حلو. ثقافة البصرية كتير حلوة، ثقافة اللوحة لازم تكون عند الجميع. استمتع هون أول شيء بالألوان الجميلة واختيارها، كان اختيار موفق يعني هيك أنا شفت، بالإضافة للصور اللي عم تحاول ترسمها أو الرسائل اللي عم تحاول تبعتها من خلال هيك لوحات. 43 لوحة زينت جدران المعرض، وكانت الرسالة الواضحة التي نقلها أن المواطن السوري سيبقى مبدعاً رغم الألم ورغم الحرب الإرهابية. هذا المعرض له حسيت في فرح، حسيت في شيء له مدلول غير الفن وغير الهي، أنه نحن بسوريا مرينا بفترات ألم 12 سنة 11 سنة ولا زال فناننا السوري عم يبدع وعم يعطي. المعرض كله ألوان، ألوان الحياة، شغف، اللون الأحمر طاغي، اللون البنفسجي، ألوان رائعة. أروقة المعرض هذه ليست سوى أحد الأدلة على وجود مكان للإبداع في حياة السوريين رغم سنين الحرب الإرهابية الطويلة التي فرضت عليهم، ولكن سيبقى الإبداع والأمل بالمستقبل هو عنوان للحياة المقبلة.